باتريس كالترون اجتمع النهارده مع الكابتن حسين لبيب، ودي كانت ابرز اخبار الفريق الاول. هنقول لحضرتك دلوقتي فحوى الاجتماع او ما حدث بين الاجتماع بين باتريس كالترون وبين الكابتن حسين لبيب. اتفضل. الكابتن حسين لبيب وجه له سؤال، ايه اللي حصل؟ يعني السؤال كان سؤال واحد بس، ايه اللي حصل في ماتش الخمسة 5-3؟ باتريس كالترون قال له انا اتحمل المسؤوليه كامله، الخطأ كان مني، طريقه لعب هي اللي تسببت في النتيجه، بس انا بشكر لعيبتي ان هم قدروا يرجعوا في الشوط الثاني. ده اللي كان قاله له، ده ردا على المباراه يعني. قال له طب انت احنا هنعمل تعديلات على الجهاز المساعد. قال له انا ما عنديش مشكله يحصل اي تعديل، ان هو مثلا ممكن يتم اضافه حد، لكن مش هيمشي حد من الجهاز الفني، يعني مش هيمشي مثلا مدرب الحراس اوليفيرا اللي احنا قلنا ان هو فعلا مش هيمشي زي ما انفردنا مع حضرتك، كانت كل الناس بتقول ان هو هيمشي، لكن انا زي ما اكدت مع حضرتك قبل كده قلت لك ان هو مش هيمشي لان كارترون متمسك بيه جدا. خلال اليومين الجايين هيتم اضافه عنصر مصري لجهاز باتريس كارترون عشان موضوع التواصل، وده فعلا وافق عليه كارترون انه الراجل خسران 5 من الاهلي، فطبيعي انه يوافق على حاجه زي دي. اتكسر. طبعا. يعني اللي لو قبل الماتش كان قال اللي هيجي عند الجهاز اضربه بالنار. طبعا. وكان كارترون قبل ماتش الخمسه كان الحاكم بامر في نادي الزمالك، دلوقتي الموضوع تغير تماما، بالرغم ان اللجنه خلاص قدامها ايام وتمشي، بس التعامل برضو اختلف شويه. انت كنت كسبان دوري، الفرقه كانت واقفه على رجليها، بس انك تخسر 5 من الاهلي في ماتش قمه، ماتش بيعتبر بطوله في حد ذاته، فالموضوع حصل زي اهتزاز كده في العلاقه بين حسين لبيب وبين باتريس كارترون. لا وكلامه، لان كارترون كان لسانه طويل قبل الماتش، قال لك لو انا كنت موجود في نهائي افريقيا كان من المستحيل الاهلي يفوز. اهو خايف، اهو شال فضيحه. ده بخلاف انه برضه قال قبل الماتش مباشره، قال انا الاهلي عمل صفقات كتير جدا، هو اتكلم على الاهلي بشكل يعني باكتر من انه بيتكلم على الزمالك، قال بس احنا قادرين ننافس الاهلي، وقال كمان انه مواجهه الاهلي اسهل مواجهه لينا في الدوري، قال حاجات كتير استفزت تقريبا الناحيه الثانيه في النادي الاهلي. مع عشان كده الاهلي علم عليه وخلاه ابو خمسه. يعني من اعمالكم سلط عليكم. طيب يعني كده الجلسة اللي جمعت حسين لبيب بكارديرون كان محورها انت ماشي للامارات ولا لا، واكد له قال له ما فيش اي عقود وانا مكمل بالزمالك. دي النقطة اللي كنت هكلم حضرتك عليها كارترون، وعلى فكرة الكلام ده انا بنفرد بيه مع حضرتك برضو، ما فيش حد يتكلم عليه. كارترون لما طلب الاجازة 6 ايام قال ان هو مسافر فرنسا يزور عيلته. تمام. بعت وكيله عشان يحجز له الطيران، ده اثناء ليله الماتش كانت الدنيا كلها مشغوله، الناس كلها بتتكلم على الماتش، الناس كلها بتتكلم على الهزيمه الثقيله من الاهلي. كارترون ابلغ وكيله انه يحجز له على رحله الامارات، فقال له ليه حضرتك انت وجهت رحلتك من فرنسا للامارات؟ قال له انا طلبت والله ان انا اغير جو في الامارات، لان انا بروح الامارات دايما وليا علاقات هناك وليا صداقات هناك، فكنت حابب ان الاجازه تبقى في الامارات واسرتي جات لي الامارات. قال له طب ده ملوش علاقه بانك انت غيرت وكيلك. قال له انا وكيلي سبب لي مشاكل كتير الفتره اللي فاتت، وعلشان كده انا فسخت العقد معاه ومضيت مع وكيل قطري ثاني اسمه العيسى، حاجه العيسى كده، انا مش متذكر الاسم. ده كل اللي حصل يعني. قال له يعني ما فيش كلام عن عروض او فيش كلام انك انت ناقشت عروض في الامارات؟ قال له لا لم يحدث بالمره، انا مرتاح في نادي الزمالك وانا مكمل في نادي الزمالك، وانا يعني اجزم لك يا استاذ عبد الناصر ان الكلام ده غير صحيح بالمره. كارترون بيأمن نفسه في اول مشكله واول مطب مع نادي الزمالك هيتكرر مسلسل هروب مره ثانيه من نادي الزمالك. ماشي. طيب يبقى كده سؤالين، اتغلبت ازاي 5 ورايح الامارات ولا لا؟ في حاجه تاني؟ اتفقوا على المدير المساعد، المدير المدرب المساعد لجهاز كارترون المصري، الشخص المصري اللي هيكون متواجد في جهاز كارترون. بس ده لم يعلن، يعني لحد الان لم يعلن، لكن هم اتفقوا على الاسم. طيب تمام، يبقى 3 حاجات، اتغلبت ليه 5؟ رايح الامارات ولا لا؟ عايزين نحط معاك مدرب عام، قال له موافق بس ما حدش يمشي. تمام. الرابعة يا أستاذ عبد الناصر كلمه في موضوع ملف بن شرقي. قال له أنا ما عنديش مشكلة في رحيل بن شرقي، يعني ده كلام نص كلام كارترون يعني. قال له الزمالك فرقة كبيرة ومش هتقف على لاعب. قال له أنا وعندي إن شاء الله إنه يعني مع صحوة كلامه يعني، قال له إنه رزاق سيسي ممكن يعوض رحيل بن شرقي، في أكتر من لعيب
في ناحيه في النقل الشمال، ما عنديش مشكله لو بن شرقي غلى في مطالبه انه يرحل عادي من نادي الزمالك. قال له احنا في احتماليه، قال له في احتماليه انه بن شرقي ممكن يمشي في يناير. قال له انا ما عنديش مشكله طالما ده بيخدم الـ يخدم الـ يخدم الاداره، او ده مثلا مخطط الاداره، او ده استراتيجيه الاداره، انا ما عنديش مشكله فيه. طب انا مش هقدر مثلا يعني احنا نجبر اللاعب انه يكمل، لاعب ممكن يكون مخلص في حته تانيه، فاحنا عايزين نستفاد منه ماليا. فرد عليه قال له مفيش اي مشاكل، رجاء السيسي هيرجع للملاعب، عندي اكثر من لاعب يلعب في الناحيه الشمال، فمفيش مشكله في رحيل بن شرقي. على الرغم ان الكلام ده على عكس الكلام اللي قاله اللي حسين السيد بيصرح بيه، يعني في انا عايز اقول لحضرتك ان ده الكلام اللي بيتقال في الغرف المغلقه، ملوش علاقه بالكلام اللي بيتقال في الاعلام، لانه الكلام اللي بيتقال في الاعلام لو اتقال في الكلام اللي بيتقال في الغرف المغلقه لو اتقال في الاعلام، بن شرقي مش هيقعد يوم تاني في نادي الزمالك. ونفس ان يبقى في عنصر في الجهاز برضه، حسين السيد دائم النفي، اي حد يساله يقول لك لا حد جاي ولا حد رايح. صحيح صحيح، فده كويس، بس عشان الناس اللي بتسأل، لان كلام حسين السيد واضح بيقول لك لا ما فيش حد، لا بن شرقي مش عارف ايه، طبعا بيقول اي كلام حسين السيد. صحيح.